النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. اعتبر جيروم شامبين المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن فوز فلسطين بلقب كأس التحدي يشكل يوما تاريخيا للكرة الفلسطينية. وقال شامبين عبر حسابه على تويتر أن فوز المنتخب الفلسطيني بالبطولة يعتبر سبب آخر يؤكد على أهمية حل مشاكل الرياضة الفلسطينية وتمتعها بكافة حقوقها المنصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم. تفوق المنتخب الجزائري على النظير الأرمني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت في إطار استعدادات منتخب الجزائر للمشاركة في نهائيات كأس العالم. وقدم منتخب الجزائر أداء جيدا في الشوط الأول، أحرز خلاله ثلاثة أهداف عن طريق اللاعب سعيد وكمال جلاس والهداف إسلام سليماني. أحرز روبن فان بيرسي هدفا مبكرا ليقود هولندا للفوز بهدف دون رد على غانا في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم. وافتتح فان بيرسي تسجيل هولندا من مدى قريب في الدقيقة الخامسة لتقدم وصيفة العالم هولندا عرضا متوسطا خلال اللقاء. في أخبار اللاعبين، يواجه اللاعب الإيطالي ريكاردو مونتيليفو شبح الغياب عن مونديال البرازيل بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية أمام إيرلندا. واستمر مونتيليفو الذي حمل شارة القيادة خلال المباراة في اللعب لعدة دقائق بعد الإصابة قبل أن يخرج محمولا من الملعب. من جانبه، يغيب لاعب وسط المكسيك المتألق لويس مونتيس عن نهائيات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة الإكوادور الودية. وافتتح مونتيس تسجيل المكسيك قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة ستبعده عن نهائيات المونديال. أخيرا في عالم الكرة الصفراء، تأهل الإسباني رافائيل نادال للدور الرابع من بطولة رولان جاروس بعد فوزه على الأرجنتيني ليناردو ماير. وتفوق المصنف الأول نادال في اللقاء بمجموعتين مقابل واحدة. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.القدس.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.